مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج على السيف، وتحديدا في فقرة عشانة. ضيفنا اليوم من مملكة البحرين، مساك الله بالخير الفنان الجميل عادل محمود. حبيبي مساك النور وسعادة، واشكرك على الاستضافة اخوي فيصل، واشكر قناة العدالة على هذا البرنامج واستضافتي فيه. حبيبي شفت البرنامج من قبل، يقولون خايف ومتوتر ولا الامور طيبة؟ لا 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 خلاص الامور طيبة. اي شفته وهنيكم عليه جدا جميل. حبيبي الله يسلمك. الغيبة اليوم اللي انت غبتها على الساعة الفنية والحين رديت، اختياري ولا اجباري؟ لا مو اجباري، اختياري. نعم يعني انا حسيت اني بعدت كثير عن الوسط وقلت خلاص يعني لازم ارجع، لان الناس تسأل، ولما يشوفوني يعني لما يشوفوني في الشارع او في المجمعات او في السفر، وينك وين جديدك فهذا الشيء ايضا مخليني ان ارجع للساحه. احنا في فقره عشان دائما نحب التفاصيل اللي الناس ما تعرفها. نعم. انت اليوم قلتي غبت ومن اختيارك، ما هي الاسباب الحقيقيه وراء هذا الغياب؟ باختصار شوف، انا اخر البوم نزل لي كان في سنه 2010. نعم. مع شركه بلاتينيوم صارت لي مشكلة معاهم بسبب أنهم تأخروا في تسويق العمل الألبوم بشكل عام، ومر تقريبا سنة يعني لين 2011 وهم ما يعني كملوا، تعرف شركات الإنتاج يعني الكل يشتكي من الموضوع، فتخاطبت معاهم وحلينا الموضوع بود ورسلوا لي الريليز. 2012 بدأت الثورات اللي صارت في الوطن العربي والربيع العربي، في الساحة الفنية طبعاً انتهت في ذي الفترة. من 2014 حسيت أنه بدأت الساحة الفنية تكون نشيطة مرة ثانية، فيمكن تأخري سنتين أنا أشوفها يعني من 2014 ل 2016، أنا بداية 2017 رجعت. نعم. عندك تصريح في جريدة السياسة قلت أنك محبط من الفن، ليش؟ لأن الفن اللي اكتشفته أنه يحتاج كثير من المجاملات ومن العلاقات اللي أنت ممكن ما تحب تخوضها، وأنا شخصيتي مو من هالنوع يعني، ما أحب أجامل، ما أحب أتعرف على شخص أنا مو أوكي معاه بس عشان يوصلني، ولا عشان عرفت قصدي عشان ينتج لي. فصار الفن يعني علاقات، صار الفن واسطات للأسف يعني. هذا الشيء يكون في 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 عمل، في مثلا احنا نسمعه، في واحد بيروح يقدم وظيفه، مو في شيء ناس تحبه وناس تسمعه يعني، صارت اليوم الواسطه اهم من الموهبه. هذا اللي انا اشوفه، الناس اللي معاهم يعني عندهم علاقات جيده مع مثلا رئيس شركه الانتاج او مع فلان الفلاني، هم اللي قاعدين يشتغلون، هم اللي قاعدين يوصلون. اللي ما عنده علاقه ما يشتغل خلاص. إيه؟ احنا ما نقدر ننتج على حسابنا في يعني يوميا او بموضوع متتالي، فهذا الشيء ايضا اللي خلاني اوقف. بس ان الحين راح اعمل قد ما اقدر اني انتج لنفسي لاكون متواجد. طيب البحرين ولاده بالفنانين، اليوم بذكر لك اساطير من الفن البحريني. نعم. احمد الجميري، سلمان زيمان، خالد الشيخ، من الاساطير اللي البحرين طبعًا ترتكز عليها. طبعا اليوم في ناس تقدر تكمل هالمسيره ولا وقفنا؟ شوف طلع يعني في جيل طلع بعد الاسماء الكبيره اللي انت قلتها بس وقفوا، وانا منهم بعد يعني، انا من الشباب اللي يعني انا اذكر الاستاذ خالد الشيخ دائما يعني، والاستاذ احمد الجميري لما كانوا يسالون هذا السؤال انه في امتداد لكم، فكانوا يذكرون اسمي والفنانه هند البحرينيه اللي في ذيك الايام في ذيك الفتره اللي احنا طلعنا، وكنت انا كثير مستانس انه مثلا واحد من يعني باسم خالد الشيخ اللي دائما ما يعجبه العجب كان يمدح فيني ويمدح في صوتي، وكذا تصريح يعني هو صرحه انه عادل هو امتداد لجيلنا، جيل الشباب اللي موجود، واشتغل معاي حتى في ألبوماتي وعطاني لحنين. بس انه بعد رجعت الساحة البحرينية للنوم مرة أخرى. طيب نتكلم شوية عن روتانا. اوكي. في مشاكل مع روتانا؟ كانت طبعاً. بعد نفس الموضوع سبحان الله. روتانا وبلاتينيوم نفس الموضوع اللي للحين مو عارف قصته. يتبنونك ويودونك يرفعونك السماء. وانتجوا لي ألبوم جداً قوي وكسر الدنيا، وصوروا لي 3 كليبات يلي نسيتونه ووعدني عني ما تغيب ويا سعادتنا، وبعد النجاح يوقفون.
طيب انت عادل ما تبحث عن الاسباب، ما تشوف ليش المشكله هذه صارت، خصوصا انها صارت مرتين مع شركتين. ايه تعرف ايش اللي اشوفه؟ ان لسوء حظي ان تصير مشاكل في الشركه نفسها في 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 وقت اللي انا البومي نازل. يعني روتانا 2003 اذا بتذكر كان عندهم اكثر من 120 مطرب متعاقدين معه، فكان الكنترول على هؤلاء المطربين جدا صعب. فايش صار؟ بدات تصير المشاكل، المطربين يتذمرون ان احنا ما قاعد ينتجون لنا، البومنا تاخر، وا 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 وا. من بعد 2005 روتانا الحين اليوم يمكن سمعت اللي عندهم بس 10 او 11 مطرب كانتاج فقط، تخيل من 100 كلهم راحوا. حتى المطربين الكبار اليوم هم طلعوا مرات، اي راحوا يعني كثير مطربين يعني انلقت عقودهم، وفي مطربين هم راحوا لان لكن يقال من الاسباب اليوم انك تهاجمتهم في اكثر من لقاء سواء كان صحافه او تلفزيون. هجومي كان يمكن هجومي ما كان شرس، هجومي كان يعني ناعم. اي يعني على اللي انتم يعني انا امدح فيهم، وعلاقتي مع استاذ سالم الهندي ليومك زينه، ونفس الشيء مع بلاتينيوم. يعني انا استغرب انت يعني مسكت مطرب، اولا انت امنت بموهبته وبصوته، يعني هي ما فيها انك رحت تنتج له وبتصرف عليه وانت ما مو مؤمن به هو. وصورت له 3 كليبات مو كليب واحد، يعني انا خسرتهم، انا استفدت ترى، مو هم الخسرانين. يعني انا استفدت كليبات، استفدت تواجد، بس انتم ما كملتوا معي. هاي سؤال انا اللي ودي اساله لهم، بس اللي صار ان هم كان في مشاكل في الشركات نفسها. المشكله من روتانا نفسها، ولا اليوم تحس ان في اشخاص قاعده تحارب عادل بشخصه؟ لا مو اشخاص، لا يعني انا احس قلت لك يعني حظي النحس صار انه لما ينزل البوم، لما ينزل لي البوم تصير مشاكل. بلاتينيوم يوم نزل البومي وصارت ذي المشاكل، بعد سنه بالضبط تغيرت الاداره كلها. يعني كل اللي كانوا فيهم يعني مشكله بيني وبينهم طلعتهم بلاتينيوم. طيب انا وايد مركز على روتانا، انا احس بنظرتك ساعات عادل في كلام ودك تقوله لكن متردد. لا والله يعني هذا الدليل انه مثلا ما عمرهم هم صرحوا انه في عادل معانا بمشكله. يعني قلت لك ان انا يعني الشغله اللي صارت ان مشكلتي مع الوضع والظروف اللي صارت مع الشركات. طيب اليوم لو قالوا لك تعال ترجع، راح ترجع؟ اي راح ارجع، لان احتاج، يمكن راح ارجع مع ان الحين ما ينتجون، يعني ما اصلا الشركات انتهت، يعني ما في شركات تنتج، اللهم روتانا وقلت لك تنتج للنجوم الكبار. طيب والحلول اليوم وايد مطربين قاعد يعانون من هذا الشيء، يقول لك والله ماكو شركه انتاج اتجهوا ولا سنجل، في ناس يقول لك بس انا ابي اكون موجود. إيه كيف بتكون موجود؟ لازم تحتاج دعم، تحتاج اوكي في شيء، في شغله يمكن تغيرت قبل، اذا تتكلم عن اكثر من 15 سنه 14 سنه لتسويق عمل انت تحتاج قنوات موسيقيه. نعم كان روتانا، ميلودي ميوزك، نجوم، اذا تذكر هذه القنوات اللي المتخصصه للاغاني. الحين احنا نقدر نستغني عن هذه القنوات لان في سوشيال ميديا، انا اقدر اعمل كليب جدا بسيط واسويه باليوتيوب وراح ينشر اكثر من مكان يتوزع، لان الحين القنوات الموسيقيه اصلا ما حد يشوفها. فالواحد راح يتعب على نفسه، اتوقع انه راح ينتج لنفسه او يشوف احد من الشعراء او الملحنين اللي يحبون الفن واللي تربطه بينهم علاقه. طبعا طبعا يعني هذا بعد لازم انا يعني ما ادري كيف توصل لهم يعني هي اي بس ان شاء الله يا رب يعني تتضبط. البحرين وفنانين البحرين اليوم شلون شايف الوضع داخل البحرين فنيا؟ سيء وميت للاسف، وما في اهتمام للفنان البحريني. يعني احنا نقدر شوف انا في يعني ما في مقوله خير، اللي بيطلع اللي يبي ينشهر من داخل البحرين لازم يطلع برا، ولا داخل البحرين ممكن يموت. هذا ايه رايك؟ ايه وفي مقوله اخرى يعني يعني قالوها لي من قبل، ان النجم اللي يبغي يطلب برا ويحترم ويكون له اسم كبير لازم يكون نجم في ديرته، عشان برا تنتشر نجوميته. احنا البحرين لان ما عندنا يعني يمكن اللوم كان قبل على وزاره الاعلام. وزاره الاعلام ما هي الجهه اللي هي تتبنى مطرب او تطلع مطرب، يعني هي مو شغلها. زائدا ان ما عندنا اي وسيله اعلاميه اخرى، يعني ما عندنا مجلات فنيه، ما عندنا الا قناه واحده رسميه في التلفزيون فقط.
فهذه الامور اللي ايضا يعني شوف انا بالكويت مثلا في كذا قناه، في كذا برنامج فني، في كذا صحفي، في كذا زاويه في جريده حتى تكتب للفن. عندنا بالكويت اليوم صار لها دور انا كبير. صار لي يعني هالخمس ست ايام الحين يعني ما شاء الله يعني الكل قاعد يقول لي بس شبعنا منك. يعني في 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 اماكن انت تقدر تطلع وتتكلم، ناس ما شافتك في ذي البرنامج بتشوفك في ذي البرنامج، في النهايه انت بتنشاف. زائدا ان في البحرين ما في اهتمام داخلي من من بسبب انا اعرف ايش صار البحرين، احنا عانينا بظروف سياسيه بمشاكل خلت الناس داخل شوي تبعد يعني كاهتمام للفن وللموسيقى. ولكن الحين قاعد اشوف بدات ترجع الامور ايضا، يعني بدات تنشط الحفلات وبدا الاهتمام حتى من الجماهير، يعني ان يعني انا بديت يعني اشوف الناس تسالني او شفناك وتابعنا وسمعنا اغنيتك، بداوا يرجعون مثل قبل. طيب ما اتجهت للاعراس؟ اليوم الكثير من المطربين ومنهم المطربين الكبار نعم اتجهوا للاعراس. هو صار الفن، شوف انا غيابي الثلاث سنين عن الفن وعن الوسط الفني كان يعني المشهور او كيف تقيس مطرب نجم، تقول والله المطرب النجم او المشهور مطلوب بالحفلات، مطلوب بالبرامج واللقاءات الرسميه الجميله اللي في التلفزيونات والجلسات اللي تصير في التلفزيون. فصار الحين هذا كله لا، صار المطرب المشهور الحين مطلوب بالاعراس، وهذا ظاهره جميله. مو مع يعني انت مع الذهاب للاعراس؟ اي لان العرس انت كانك رايح حفله. يعني شو الفرق بين ان انا اغني في عرس وانا وديتني بستيج وفي جمهور؟ يعني هو نفس الموضوع، اللهم يمكن اختيارات الاغاني تختلف، بس بعد انت في حفله كبيره اوبن اريا ما راح تغني اغاني حزينه، راح تغني اغاني سريعه عشان احنا ما راح اطلع من موضوع الاعراس لان رديتني لسؤال جدا مهم. بالسابق نذكر 14 سنين نرجع ورا شويه كانوا يطلقون على بعض المطربين يقول انت مطرب اعراس. اي كانت يعني كانها اساءه له، يعني اساءه لان كان المنظور لمطرب الاعراس ما اعرف يعني انه يقول لك هذا مثلا يطق في يعني حتى في مصطلحات يستخدمونها طقاق او يطق او شيء كذا. شو اللي تغير الحين؟ ماده وماكو شركات انتاج ونبي فلوس. اي هذا السبب الاساسي للمطرب انه هو اشوفهم قاعدين يشتغلون مو يعني بقول عادل قول. اي يعني المطربين قاعدين يشتغلون بشغف. نعم. في الاعراس مع انهم اشوفهم بخير، يعني في مطربين بخير وكبار ونجوم. يعني انا اقول اوكي هو شيء جميل، بس انه اقول زين هو امس عنده حفله وبكره عنده عقب بكره عنده حفله وصوته تعبان كان، يعني زين اهجد يعني مثلا اغن عرس في الشهر عرسين، يعني اذا انت مرتاح، اذا واحد شاب ولا واحده شابه تبغي تكون نفسها وتكون لها يعني مثلا مبلغ انها تعيش فيه وتشتغل مثلا بنقول ما عليه. بس في مطربين كبار انا اشوفهم شغوفين بالموضوع لانه ما في شيء ثاني. طيب اليوم انت تشوف هناك مطربين موجودين على الساحه ووصلوا الى مستوى النجوم، نتكلم نجوم على السوشيال ميديا وفلاورز، وهم لا يستحقون هذا اللقب. في مطربين من هالنوعيه انت شايف؟ اي في مطربين يعني في اسماء صراحه، يعني انا مثلا يوم رجعت في السوشيال ميديا انا عندي تويتر وعندي انستغرام، يعني انا ما دخلت للحين بالسناب وهالامور، فاشوف مثلا في مطربين في التويتر انا حسابي موثق يعملون لي فولو، فارد اعمل له فولو اشوفه يعني فنان مكتوب وموثق واشوف الاسم ما اعرفه، اروح اسوي سيرش ابى اعرف من ذي الشخص اللي مسوي لي، فاتفاجئ انه مثلا عنده بس عمل او عملين. اولا انا اقول يعني بالعكس احنا كلنا انا يعني كلنا مرينا وتعبنا وحكتنا الدنيا وغنينا، يعني انا من 2003 اغني، الناس اللي تسمع اعمالي يقولون لي اوه احنا انت مطرب المراهقه، انت ايام ما كنا في الجامعه في المدرسه نسمعك. فاشوف فينا لان السوشيال ميديا حركته سريعه فنجم ناس بسرعه ايضا سريعه، وما الومهم هم يعني الوم يعني هو صار هذا الموضوع انه شيء طبيعي الحين السرعه في الانتشار وسرعه في 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 ظهور هؤلاء. فعادل حسيت في يوم من الايام انك محارب؟ وصل لك هذا الشعور؟ ايه انا ابتسامتك ترى دائما محيره. اهم رد اقول لك مره ثانيه انا قاعد احس ان في ودك تقول شيء وللحين مو راضي. لاني انا للحين ما عرفت السر والله العظيم. يعني انا هالسؤال لان هذا الشيء لما يعني انا بيني وبين نفسي لما اتكلم فيه، لان يعني لما افكر فيه سوري
أقول هل أنا فعلاً في أحد قاعد يعني لأني أسمع قصص، أسمع قصص في ذي المجال إن في فعلاً مثلاً أحد أو فنان حارب فنانة بشكل أو فنان بشكل يعني مو دايركت أن دايركت، فأقول يمكن في أحد يعني مثلاً ما يبغيني إن أنتشر أكثر في ذيك الفترة، إن هذا بس يعني. وساعات أقول لا يعني يمكن هذه حظي كذي في الساحة، زائد أن أنا راضي بهالموضوع، يعني أنا راضي باللي قدمته، براضي بأعمالي، وأنا بعد من الفنانين الكسولين، يعني في غيري حرشين ويروح وأنا شوي بعد كسول في هالموضوع. أنا اليوم سعدت في لقائك، بس قبل لا أختم اللقاء، أنت اليوم قلت لي في غنى، قلت لك ماكو غنى، بس امبارح أنا شفت مقطع أغنية أي نعم سمعته 15 مرة ما شاء الله وهو يوم أديت أغنية تصور، حسيت إحساسك الله كان واصل. أنا بختم لقائي في تصور إن شاء الله. نقول تصور، فاجأتني أنت الحين، أنا قلت لي ما في غنى. تصور لو خلت هالديرة من عينك وش أشوف، ينبت عليها الحزن وصير أنا كالعود. تصور لو خلت هالديرة من عينك وش أشوف، ينبت عليها الحزن وصير أنا كالعود. يعطيك العافية حبيبي، سلمى كلمة أخيرة تحب تقولها؟ تشرفت وسعدت بهاللقاء. سعد مبارك. أنا ودي أكثر يكون اللقاء مطول وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على المشاهدين حبيبي. وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراكز والمراتب، وتسلم حبيبي. حبيبي أنا سعدت فيك اليوم. الله يخليك حبيبي. الله يسلمك، تمسون على خير.